أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. في هذه الآيات يسأل الله سبحانه وتعالى ثم يجيبون، والإجابة لسان حالهم، فيدعوهم إلى التذكر والتعقل والعلم. كل ذلك كما قلت لكم في الجلسة الماضية دعوة لهؤلاء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقرر الله سبحانه وتعالى وحدانيته واستقلاله بالتصرف والخلق والملك، ليرشد إلى أن الله الذي لا إله إلا هو لا تنبغي العبادة إلا له. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين، كل ذلك إمعانًا في إقامة الحجة عليهم. قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها الذي خلقها، من الذي يملكها، من الذي خلقها، ومن عليها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر أصناف المخلوقات. كبرت أم صغرت؟ تعلمونها وشيئا لا تعلمونها؟ في البر والبحر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. إنهم سيقولون لله لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا بغير هذا الجواب، أي فسيعترفون لك يا محمد بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فقل لهم إذا كانوا يعرفون ذلك: أفلا يتذكرون أن العبادة لله وحده، وأن العبادة ينبغي ألا تكون إلا لمن خلق ورزق. فلما ذكرهم بالأرض التي يعيشون فيها، ذكرهم بأن يرفعوا أعينهم قليلاً إلى السماء، فهناك آية أخرى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. فقال: قل لهم يا محمد من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من رب أو من خالق العالم العلوي
بعد إقراركم بأن الله هو الذي خلق العالم السفلي، الأرض ومن عليها ومن فيها، من رب السماوات السبع؟ بل من رب العرش العظيم؟ والذي العرش كما جاء في بعض الآثار السماوات إنما هي جزء يسير من هذا المخلوق العظيم. ما الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض إلا كحلقة ألقيت في فلات، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كذلك. فهذه السماوات السبع، بل ورب العرش العظيم، الجواب سيقولون لله. سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى بعد إقراركم بهذه الأشياء؟ وقد وصف العرش بالعظم، وسمي العرش عرشا لارتفاعه، ولا يقدر خلقه إلا الله سبحانه وتعالى. وصف في هذه الآيات بالعظم، كما وصف في آخر السورة بالكرم، فقال رب العرش الكريم، أي الحسن البهي، فقد جمع هذا العرش بين العظمة في الاتساع والعلو، وبين الحسن الباهر. ولهذا قال من قال: إنه يا من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعترفون بهذا الشيء، أفلا تخافون عقابه؟ ألا تحذرون من عذابه؟ كيف تشركون معه غيره وأنتم تقرون بهذه الأمور؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، أي الملك لله عز وجل، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها. فهو سبحانه المالك المتصرف بخلقه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات على ملكه وحكمه. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا يعرفون فيما بينهم، فما بالك في الخالق وهو يجير ولا يجار عليه، أي هو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر لا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسيكون جوابهم سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال الله سبحانه وتعالى: فأنى تسحرون؟ أنى تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره؟
مع اعترافكم وعلمكم بذلك، أي من الذي سلب عقولكم وساحرها وجعلها لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ والقضية هنا يا أخواني، هل هي تحقيق الألوهية أو تحقيق الربوبية؟ والاستدلال بالربوبية على الألوهية، لأنهم يعترفون به ربا، قل من رب السماوات، سيقولون لله. فالنداء والذي يطالبهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هل هو إقرارهم بأنه هو رب السماوات؟ لا، هم معترفون. هل هو إقرارهم بأنه رب الأرض؟ لا، لكنه يطالبهم بتحقيق التوحيد والذي بعثت من أجله الرسل، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات هي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. بل أتيناهم بالحق، يعني بعد هذا كل، يعني أخبرناهم، أعلمناهم بأنه لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة الموجبة لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال في آخر السورة: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كل هذا أيها الإخوة من بداية السورة إلى الآن وهي تعالج إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون في عبادتهم مع الله غيره، إذ لا دليل لهم على ذلك ولا برهان. فالمشركون لا يشركون بالله بدليل واضح، بل بشبه يختلقونها ويخترعونها لأنفسهم، وإلا قد قامت الأدلة العظيمة القاطعة الكبيرة على وجوب إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ينزه سبحانه وتعالى في هذه الآية نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك، توجب معه التصرف أو صرف العبادة لهؤلاء، ثم على فرض أنكم تدعون أن الآلهة متعددة وأن مع الله إلها غيره، فلا يخلو من ثلاثة أمور: أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه فيعبده خلقه وسلطانه، وأنتم من خلق الله وسلطانه، فيجب عليكم إفراد العبادة له. الثاني: ألا يعتزل، بل إيش؟ أن يعلو بعضهم على بعض، فمن علا فهو الإله الحق. وهذا كله من باب إيش أخواني؟ من باب التسليم على أن هناك إله يخلق، أو مع الله إله، إما ولد أو شريك في الملك، هذا كله على التسليم. فمن علا فالإله الذي يعلو ويغلب هو الإله المعبود حقا. الحالة الثالثة: أن يكونوا تحت قهر وسلطان إله واحد، وهذا هو الموجود
فهو المستحق للعبادة، فلماذا تصرفونها إلى غيره؟ لماذا تصرفون هذه العبادة التي أمرتم بإفرادها له سبحانه وتعالى إلى غيره؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، هذه الحالة الأولى، ولا على بعضهم على بعض، أو يعلو بعضهم على بعض ويكون هو المستحق، أو هو إله واحد مستحق للعبادة. النتيجة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به الظالمون المعتدون في دعواهم الولد والشريك بلا دليل. عالم الغيب والشهادة، أي لا تظنون أن هناك إله تعرفونه أنتم ولا يعرفه سبحانه وتعالى، تدعون، فالله سبحانه وتعالى نفى وهو عالم الغيب والشهادة. فتعالى سبحانه عما يشركون، أي تقدس وتنزه عز وجل عما يقوله الظالمون والجاحدون أن مع الله إلهاً آخر يستحق العبادة وأن تصرف له العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه بعد كل هذه التقريرات: قل ربي إما تريني ما يوعدون. يقول: إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم. يأمر الله عز وجل نبيه أن يدعو بهذا الدعاء: قل ربي إما تريني ما يوعدون، أي تكتب عليهم العذاب وأنا بين أظهرهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. كما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادي وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. لماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه هذا الشيء؟ لأنه قد قص عليه قصص من؟ في أول السورة قصص أمم أرسلت إليهم الرسل وأيدوا بالآيات فكذبوا فعذبوا، فأمره الله أن يدعو بهذا الدعاء: قل ربي إما تريني ما يوعدون من العذاب، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا للعظمة، أي لله سبحانه وتعالى، على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي الله سبحانه وتعالى لو شاء لأراك يا محمد ما يحل بهم من النقم والبلاء والمحن، لكن هل ستدعو عليهم يا محمد كما دعت الأمم السابقة؟ لا، وإنما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه في بداية دعوته أمره بقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وهذه في سورة مكية. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم يؤمر بالجهاد، وإنما أمر بهذا الشيء: ادفع بالتي هي أحسن. والله يا جماعة، إن الدفع بالتي هي أحسن هي الترياق والعلاج النافع في مخالطة الناس. من لا يستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن يا أخواني لا يستطيع أن يخالط الناس، فإن الناس أخلاق وطباع مختلفة تماما، مؤتلفة ومتنافرة، فأرشده إلى الترياق النافع، إلى العلاج النافع، وهو الدفع بالتي هي أحسن.
ولاحظوا أنه قال أحسن ولم يقل ادفع بالحسن، يعني اختر أحسن الألفاظ وأحسن الأفعال وأحسن الأجوبة لرد هؤلاء الأذى. نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن، كما قال الله مقرراً في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، يعني أنك يا محمد تحتاج للصبر على أذى قريش، للصبر على طباعهم، للصبر على رد دعوتهم، فإنك بخلقك وبطريقتك وبدفعك بالتي هي أحسن سترى أثره في دعوتك. والشواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتثل أمر ربه صلى الله عليه وسلم ودفع بالتي هي أحسن، وكان هناك جملة من المواقف دفع بالتي هي أحسن فأسلم من آذاه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يستطيع كل إنسان أن يدفع بالتي هي أحسن، وأنت شاهد من نفسك كم مرة يا أخواني أخطأ عليك أحد فقابلته بخطأ مثله فغضبت وغضب وصارت مشكلة، وكم مرة أخطأ عليك خطأ فنظرت إليه وابتسمت أو أديت إليه السلام فخجل على نفسه واعتذر، هذا مجرب ولا لا؟ مجرب يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ يقول ابن قيم رحمه الله أمر في هذه الآيات بأن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم، فإن شياطين الإنس لا يدفعهم إلا المعاملة بالتي هي أحسن والدفع بالتي هي أحسن، أما شياطين الجن فيدفعهم من؟ الاستعاذة منهم. وأعوذ بك ربي، همزات الشياطين، همز الشيطان يقول العلماء هو الجنون، يعني جنون الشيطان. وأمره أن يستعيذ ولا يدفع لأن الشياطين لا تنفع مهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فالهمز الجنون إذا أفرد، والنفخ الكبر، والنفث السحر. قال ابن القيم رحمه الله فسرت الهمزات بالنفخ والنفث، وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصابتهم ابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كان نوعاً خاصاً. ولذلك قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من جنونهم ونفخهم وكبرهم تستعيذ من كل ما قد يصيبونك به، لأنه هنا أفرد لوحده، فإذا قرن مع غيره فإن الهمز هو الجنون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أن يحضرون في شيء من أمري، أن يكونون معي في أموري حينما أعملها، فإن من حضر معه الشيطان كان معدل الهمز. ولذلك قال دائم في المثل جاء وجاء مع إبليس ولا لا؟ يعني جاء بنشر معه، جاء من الشيطان، يعني واضح أن الرجال جاي مع شياطينه. ولذلك أمرنا أن نستعيذ حتى بالشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ابن القيم فتضمنت هذه الاستعاذة
الاستعاذة ألا يمسوه ولا يقربوه، ألا يمسوه ولا يقربوه ولا يصطحبوه، ما يصطحبونه، لأن الشيطان إذا حضر يا أخواني وقعت الفتنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله وقيلهم عند ذلك، قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون. وهذا المعنى يا أخواني قد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، ما لكم من زوال، يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كل هذه الآيات أتت لتقرير هذا المعنى، لعلي أعمل صالحا. أين أنت لما كنت في الدنيا؟ أين أنت؟ لماذا لم تعمل صالحا؟ إنها كلمة هو قائلها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم، رب ارجعون. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، ولو عاد ولو رد لعاد لما نهى عنه. وهذا الفرق بين القولين. القول الأول أن هذه كلمة يقولها كل محتضر لما يرى الموت يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. القول الثاني أنه يقولها كلاما لا حقيقة، كما تشهد له الأدلة الأخرى أنه لو رد لعاد لما نهي عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. ومن ورائهم أي أمامهم، وهي من ذوات الأضداد، تستخدم كما قال في سورتين: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. من ورائهم برزخ، البرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فالمراد به هي المدة التي يجلسها الميت، أو هي المدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه يوم القيامة، هذا يسمى البرزخ، وهي الحياة البرزغية، وهي حياة تختلف جذرياً عن الحياة التي نعيشها. كما ودعنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم قبل قليل، أموات قد انتقلوا الآن إلى الحياة البرزخية وودعوا حياة الدنيا إلى يوم يبعثون، أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث، لأن الكافر، وهذا فيه يا أخوان إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأن الكافر يعذب في قبره والمفرط يعذب في قبره، نسأل الله العافية. قد جاء الاستعاذة من عذاب القبر، يعذب إلى أن يبعث كما جاء في الحديث: فلا يزال معذبا فيها، أي في الأرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نلاحظ في هذه الآية أخواني نفي وجود الأنساب والتعارف يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور التي هي النفخة الثانية، نفخة البعث، كما جاء في آيات أخرى إثبات الأنساب ووجود النسب، كما قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأثبت أن هناك والداً وولداً وزوجةً وأماً وأباً. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع يسير والحمد لله.
فالنفي هنا ليس لنفي وجود الأنساب أصلا، وإنما المراد بها الأنساب النافعة، أي من لم ينفعه عمله لم ينفعه نسبه يوم القيامة. فقوله لا أنساب بينهم ليس المراد به نفي النسب، وإنما نفع النسب. ويوم القيامة مواطن مختلفة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يتساءلون، وفي آية أخرى أثبت أن هناك من يسأل بعضهم بعضا، والجواب عما ظاهره التعارض كذلك أن يوم القيامة مواطن مختلفة. فموطن لا يتساءلون وموطن يسأل بعضهم عن بعض، فمن ثقلت موازينه أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة كما قال ابن عباس فأولئك هم المفلحون. هناك ميزان، ميزان يوم القيامة، هناك حسنات وسيئات. الميزان هناك يوم القيامة ليس بالأموال ولا بالأولاد ولا بالجاه ولا بالأنساب، وإنما المعيار الحقيقي حسنات وسيئات. توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن ثقلت الحسنات فقد كتب له الفلاح وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فأولئك هم المفلحون. قال ابن عباس أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. أما الصنف الثاني يا أخواني ولا هناك صنف ثالث. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال في جهنم خالدون أي ماكثون دائمون مقيمون. تلفح وجوههم النار، وتلفح اللفح هو الإصابة بالوهج والإحراق. وهم فيها أي في هذه النار كالحون، والكلح هو انكشاف الشفتين بين الأسنان، والكلوح تكشر في عبوس أي أن هيئتهم مقززة. تلفح وجوههم النار أي تغشى كما قال في آية أخرى تغشى وجوههم النار، وكما قال في آية لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عليه وسلم قال وهم فيها كارهون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. تصوروا هذا المشهد. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا تقريع وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الآثام والكفر وانتهاك المحارم وفعل العظائم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أرسلنا لكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب وأزلنا شبهكم وأقمنا الحجج. قالوا جوابهم ماذا؟ ربنا غلبت علينا شكوتنا، يعني غلب الشقاء علينا. هذا جواب مقنع ينجي من النار. غلبت علينا شكوتنا. لو واحد قال ليش تسوي كذا؟ قال سعد سويته. طيب وش عاد سويته؟ طيب هذا جواب. أنا أسألك لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تستجب؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. يعني حنا الآن عرفنا الحقيقة وعرفنا القضية ونحن ربنا أخرجنا منها أي من هذه النار فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم كاذبون في هذا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، قرئت بالكسر سخريا من السخرة والتخديب، يعني اتخذتموهم خدما عندكم وهم يدعونكم إلى عبادة الله سخريا بالضم، يعني اتخذتموهم من السخرة سخريا، وقرئت بالكسر سخريا من السخرية والاستهزاء، أي سخرتم بهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم أي من صنيعهم وعبادتهم تضحكون، كما قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، والنتيجة إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم وسخريتكم واستهزائكم أنهم هم الفائزون الذين فازوا برضا ربهم وبجنته، وأنتم الخاسرون الذين كان مآلكم النار تلفح وجوهكم وأنتم فيها كارهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يوبخهم كم لبثتم، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا، 10، 20، 100، 200، قالوا لبثنا يوما يوما، ثم نقرأ وإذا الدنيا على طولها ما يتصورون أنهم بقوا يوما، فاستدركوا على أنفسهم وقالوا أو بعض يوم أو بعض يوم، يعني لما قالوا هذه الدنيا يا أخواني التي نحن يعني هذه الدنيا التي جعلها الله عز وجل مجرعة الآخرة، في يوم القيامة يستكثر من في النار أنهم بقوا فيها يوما، قالوا لبثنا فيها يوما، لا اليوم كثير لأنه مر كطيف، أو بعض يوم، فاسأل العادين اسأل الذين كانوا يعدون هذه الأيام، فأجابهم الله قال إن لبثتم فيها إلا قليلا، يوما أو سنة أو عشرا أو 100 أو 200، هي بالنسبة للآخرة قليلة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان كما قال الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أنما خلقناكم هملا لا حكمة لنا بخلقكم ولا بإنزال الكتب ولا بإرسال الرسل، خلقناكم هكذا كما قال الله ما كنا عن الخلق غافلين، فتعالى الله تعالى الله أن يخلقكم عبثا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي بهي الشكل، كما قلنا أنه قد وصف العرش بالكرم وبالعظم في الآية الماضية، فتعالى الله تعالى الله أن يخلق هذا الخلق ويتركهم هملا لا قيمة لهم في هذه الدنيا وليس لهم رسالة، يخلقهم كالحيوانات، تعالى الله الملك الحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، هذه الخاتمة بعد، لاحظوا معي تسلسل السورة من أولها يا أخواني كلها لتقرير ماذا؟ توحيد، كلها لتقرير هذه القضية، ختمها بقوله ومن يدع مع الله إلها، هذه القضية إلها آخر لا برهان له به، وهذه جملة معترضة، وهو ليس له برهان ولا يمكن أن يأتي إنسان ببرهان بعد هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل وجوب إفراد العبادة له، فإنما حسابه عند ربه الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، أي لا فلاح لهم ولا نجاة حينما يحاسبهم ربهم. ثم دعا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء في خاتمة هذه السورة، وقل رب اغفر وارحم، اغفر وارحم، كان الإنسان يا أخواني بحاجة إلى المغفرة والرحمة، وأنت خير الراحمين، فالغفر إذا أطلق
فهو محو الذنب وستره عن الناس. والرحمة أن يسدد الإنسان إذا قرنت بالمغفرة، فهو أن يرحمه ويسدده ويوفقه في أقواله وأفعاله. وأنت سبحانك خير الراحمين. ونحن نقول في ختام هذا المجلس وفي ختام تفسير هذه السورة: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.